نحن هنا في داخل البلدة القديمة، تحديدا قرب باب الجديد في داخل مدرسة الفرير، وهنا يتم الاستعداد لبدء حد الشعنين للطوائف الأرثوذكسية. هذه هي الكشافة التي سوف تنطلق من هنا، من هذه المدرسة، من داخل البلدة القديمة، لتجوب شوارع وأزقة البلدة القديمة في طقوس معروفة في مدينة القدس منذ مئات ومئات من السنين. اليوم هو حد الشعنين عند الأرثوذكس، وهذا يعني يكاد يكون نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، إلى أنه في مدينة القدس وحدها في كل مدن العالم يتم تقسيم الأعياد إلى قسمين، قسم مختص بالطوائف الشرقية وقسم مختص بالطوائف الغربية، وذلك لأن كنيسة القيامة هي في نهاية المطاف مبنى واحد، وبالتالي فإن في بعض الكنائس الأخرى يمكن أن يكون هنالك مشاركات وما إلى ذلك، ولكن هنا في مدينة القدس بسبب وجود التقويم الشرقي والغربي فإن اليوم هنالك حد الشعنين للأرثوذكس. الأسبوع الماضي كان حد الشعنين للاتين، أي للطوائف الغربية. في الأسبوع القادم سوف يكون هنالك أيضا سبت النور، وهو أحد أهم الأعياد حسب الطوائف المسيحية التي بلا شك بدأت تحتفل بهذه الأعياد. نعم كان هنالك الحديث حول مجريات ما حدث في قطاع غزة، ولكن هنا في مدينة القدس يقولون بأنهم سوف يكتفون بهذه الكشافة وما إلى ذلك من هذه الطقوس، وذلك لأنها ليست طقوس احتفالية بل طقوس تتعلق بإحياء هذه الذكرى الدينية الهامة، وهي ذكرى قيامة المسيح حسب الرواية المسيحية. وهنا الكشافة قد بدأت لتوها التحرك من مدرسة الفرير، وهي ذاهبة باتجاه أزقة البلدة القديمة. من الجدير بالذكر التنويه إلى أنه تم في داخل البلدة القديمة إلغاء عدد من الحفلات بالأعياد وما إلى ذلك، وإنزال بعض الزينة التي كانت تم قد رفعها بعد أحداث قطاع غزة. ولكن في مدينة القدس عموما ومنذ سنوات والسنوات الأعياد هي ليست أعياد ابتهاجية، وإنما هي أعياد دينية بالدرجة الأولى. والكشافة في مدينة القدس هي ليست كشافة ابتهاجية، ولكنها كشافة لها مدلولات ورسائل لها علاقة بالموقف الوطني الفلسطيني. ونذكر مرة أخرى بأن الراحل أبو جهاد في أواسط السبعينات كان قد وافق على استمرار عمل الكشافة، حتى لو كان ذلك قد تطلب ما يسمى بالموافقة من قبل سلطات الاحتلال، لأن الكشافة لها من الشكل البصري المهم هنا في مدينة القدس، كما تستطيع أن تري أولئك هم كشافة البلدة القديمة. أخيرا لابد الإشارة إلى أن هنالك أيضا عشرات الآلاف من السياح الذين وصلوا إلى مدينة القدس، وهنالك طبعا حالة من النشاط السياحي في هذه المدينة، وهنالك استمرار للأجواء الاحتفالية، وأولئك هم شباب وشابات وأطفال وبراعم مدينة القدس، وهم الآن بدأوا بالفعل التحرك، وذلك إذانا بحد الشعنين، أحد أهم الطقوس التي تأتي قبيل سبت النور والجمعة العظيمة بطبيعة الحال، التي سوف تصل غروتها الأعياد المسيحية في الأسبوع القادم. نعم، جزيل الشكر لك أحمد البديري على كل هذه التفاصيل. طبعا سنتابع معك خلال نشرتنا القادمة هذا الاحتفال، احتفال الطوائف المسيحية بأحد الشعنين في القدس المحتلة. جزيل الشكر لك.